الحر اللي احنا فيه ده، القلبة اللي حصلت دي، يا رب نجيني يا رب من نار جهنم يا رب. الحمد لله انا لحقتكم، الحمد لله. بصوا، يوم القيامة الحر اللي احنا فيه دوت جنبه ولا اي حاجة، اقسم بالله. لو انت بقى عايز ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من جهنم يوم القيامة ومن حر يوم القيامة، حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة، 70 سنة. فالحمد لله ان انا لحقتك. وبكرة الخميس، واي 2 وخميس صموهم سنة عن حبيبك وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تبعد عن الحر والنار والقرف بتاع جهنم ده. والله يلا، اوعى تنسى وردك القرآني، اوعى تنسى صيام 2 وخميس، اوعى تنسى قيام الليل ولو ركعة واحدة بس قبل ما تنام. اشوفكم بكرة ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.